معامل منخرطين كبيرو سيغاليمي زواني وغيرهم أمام السوادي أيضا أمام سحب الفراس أمام حمادي حميدتوش أمام حسن قصبي الخلفاوي عز بودرمالة وكل الناس اللي عايشوا وتبعوا معنا وعشنا الحقب التاريخي. ما لم يقله عمر العمري بن عمر في سنة 1961 وانطلاقا ديالته والتحاق به فريق الرجاء لم يكن آنذاك مرقبون بالمفهوم الحالي. قال على أن الحاج ميلود الهواري هو اللي اختار الدور ديال المحب في التنقيب عن المواهب ليرى هذه الموهبة اللي هو بتي عمر ضمن فريق الرجاء ويطربون. عندما نتحدث عن بتي عمر عمر العمري ونتحدث عن حسين بن ياز ونتحدث عن أحمد السعري ونتحدث عن كل هؤلاء نتحدث عن حقبة تاريخية وعن أجيال زمن جميل زمن إبداع تأهل إلى كأس العالم لأول مرة في التاريخ. هذا الجيل الذهبي الذي أعطانا أشياء كثيرة. عمر العمري كان الوزن ديالو آنذاك 56 كيلوغرام. لماذا لقبوه بتاع عمر؟ لأنه وصل والتحق بنادي كبير اسمه الرجاء ووجد مجموعة من الأسماء. وجد المرحوم حمان الرشاد بوينيني فكان لابد أن يلقبوه بلبتي لأنه عد أسر. سي عمر إذا كان ممكن معنا لبتي عمر التصفيقة ديالكم. عمر العماري و الإبداع عمر العماري اللاعب عمر العماري المثقف عمر العماري أيضا المسؤول ورب عائلة. ماذا يعلمنا عمر لبتي عمر اليوم؟ ومن شهود على المسار ديالك ايضا سعد حقبة النصر. علمنا عمر العمري على ان الوزن يمكن ان يكون وزن خفيف ولكن يكون للاعب بهذا الوزن ديال 56 كيلوغرام يكون عنده مكان. العبقرية ديال المراوغة وقراءة الخصم واحد العداد ديال المدافعين راه مازال كيتشكوا من السي عمر. إوا هادشي اللي قلتي كاين منو شي شوية. لا نجبد لك الأسماء اللي كانوا ولكن عمر العمري اختار الجناح الأيمن ولكن كان يرتاح في الجناح الأيسر. هذا واحد من الأجنحة التي كانت تحلق بها الرجاء آنذاك. يا كسامة حكيت أنا من الملعب كان علي وليد بوش يوم بعد جابونيني يوم بعد أنا جيت وسيدو كنت أني أنفوي نعم وساعة وساعة من طوف لقيت أمي كوتي يعني لقيت لقيت حدايا بيتشو الله يرحمه لقيت حدايا بهيجة لقيت حدايا بونيني عليوات زعما كنساعدوني لقيت الخالد الله يرحمه ولكن وسط هادو ما كان يمكن يقول لك الا البيتي اي في لا تاي دي زوطر جيتي بيتي ولكن اول مقابله كيف كانت؟ كانت مع استاد ماروكان في المغرب لا ولكن قبل كانت مقابله مع رخيص اي كانت بالك مقابله تدريبيه مع طاشكو اي احنا ما كناش نتمنوا دو فوا بار جور كنا تنتمنوا تخوا فوا بار سيمانه ثلاث مرات في السيمانة وجيب الله التيسير نعم وحتى الملحة ديال التوقيع كانت ولا ما كانش؟ لا لكن ما كانش الملحة شي مرة السي محمد الأوزر كان عطاك شي شجرة وقيلة ولا شي تلفزيون محمد سينيت معاه واحد العام عطاني شجرة ديال كمانديك شجرة ديال كمانديك لسه عندك اي والعام اللي داز عطاني تلفزيون
ولكن حتى لانك تقول على ان السي عمر العماري بتاع عمر هي الحذر من العائله الجذور ديالها بازبور من الشرفاء والاضرحه ايضا ومن النسب الصالح الوالد ديالو هو صاحب المؤسسه ديال مدرسه ابي شعيب الزبوري اللي كان شنا ولي العهد مغفور الحسن الثاني 1946 نعم كان ولي العهد الحسن الثاني ومنظوم كان محمد الخامس دشن المحمديه نعم والحسن الثاني دشن المدرسه ديال الوالد الله يرحمه مدرسه ابي شعيب الزبوري اللي سيتي في الشارع حميد السباخ عمر كان موزع بين الدراسة وممارسة كرة القدم ولكن تمكنتي من الجمع بيناتهم هذه من المعادلات ومن الآن اللي كيشتغلوا على العلماء ديال الرياضة كيف الجمع بين الدراسة والرياضة هذاك الشيء سي لو بري كو جو دوا بايي ا ما فامي دابا شونطاج الا بغيتي تلعب كرة خاصك ولكن في فترة يعني كان فيها التوهج ديالك يعني من البروفي الى هي الشهادة الابتدائية في 62 جو كخوا هذيك الساعة الشهادة الابتدائية تقدر تخدم بها من بعد 66 لا سيزون 65 66 خدت البروفي جيتي باشوني اون 1970 جوني مع ليسونس اون سيونس ايكونوميك اون 1976 ولكن قبل من هذا الشيء كنت بغيتي دير دراسات في الطب اي جراحه الاسنان جي بي دي 3 اون درت بروميير اني دوزيام اني تروزيام اني ميديسين مي سي ما بارونشي سيتي با ما فوكاسيون ثم ايضا سرب هذا الاخلاق ديالو تربيته من العائله ديالو الى البنات هو ابو البنات جي كاتر في فاطمة زهراء متعلقة في العلم في لا ميثود مونتيسوري لا ميثود والفلسفة وعندي زينب دكتور اون سيونس بوليتيك كنزة دكتور عندها مارك دو ماستر في فيلو 3 وعندي عايدة كي بريبار سون دكتوراه اون فيلوزوفي دو لاخ ولكن لا بدرش يعني المؤسسات الرياضية لا تكون فقط لاعب ماهر مراوغ يستحيل ان يقف كما تابعناه مدافع كيف ما كان الحجم ديالو دون ان يعوجه عمر عمر كان يعني عبقريته في المراوغه على الخط هذا سي ليز انستركسيون دو لي زونسيان اونترينور باش تدخل عمر تي اونتر تي دريب بوكوا بور ايليميني لو كوزان دو كاسيت اي بور كريي لو سيرمون ولكن L'institut l'histoire de Raja, on privilégie d'abord la passe. La passe, c'est moins facile, c'est plus facile et c'est plus collectif. ولكن كيبقى عمر من واحد الطينة ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء، الرجاء تأسست 1949 وفازت بأول لقب سنة 1987-88 ولكن هذا الجيل كان يؤمن بالطرب باللعب الجميل وإسعاد الجماهير ما كانش عندنا لا فيلوسوفي ديال الكان نعم فزتي مع الرجاء بجوج ديال الالقاب في كاس العرش 1974 نعم كونتر لو ماس جو ميكسكيوز بزاف 1970 لا ولكن ضد المغرب الفاسي كان اللي سجل هو العربي وهذا سي عمر العمري ضيع البيلانتي وانا فرحان الاخوان المرانسه فرحانين لما كان ضيع البيلاتي قال لك راه بقى عزيز علينا من ذاك البيلاتي اللي ضيع 77 دفاع الحسني الجديد نعم بيت دو بكا الله يرحمه علاقتك بالوداد كيف كانت؟ مزيانه لا بروف كان ولادي جوج ودادي كيما تعودنا في الدار كان عندك علاقه طيبه مع سبعه سيد كل دايم ومع نسمو واحد الانكدوت كنا نلعبو الانديه اللي كنت وقت كنت وقت وبعد عندي بيت بعدي بيت معاه مخدر وحدي لعبي كنتور وسي ممكن ما فراسوش لا يا فراسوش ولكن انت قلت لي على انك لم يسبق ان نهزتي في ديربي مع فرجه لا كنت موت ولكن نهزتي ملي كنت مدرب مساعد مدرب اي كان ملي كنت انتوني ماكسون مع اوغوت خسرنا مع الوقت وهذاك سيتي لو ديرني ماتش ابخي اون ا ديميسيوني مواي اوغوت في تكريم عمر العمري بتاع عمر هو تكريم لجيل
ديال الستينيات والسبعينيات، كيف كان الإبداع عامة، كيف كانت كرة القدم، كيف كان الفن عموما ومع الفنانين من السابقين، كيف كان أيضا مجموعات نسل غيوان وغيرهم، وكيف كان زيزو باز وغيرهم، وكيف كان وكيف كان. إذا لنصفق بحرارة لعمر العمري عمر. إذا الأجيال تتعاقب. سي حسن.